نسأل ضيفي بعد قليل عن بعض الأجوبة. إذن ينضم إلي من دبي محمد برقان، كبير محللي السوق لدى ستار تريدر. أهلا وسهلا فيك محمد وشكرا لحضورك. شو رأيك كيف ممكن أن تتصرف البنوك المركزية؟ هل ممكن قبل السؤال اللي قبل البنوك المركزية، هل ممكن أن نرى ارتداد سريع من هذا التراجع الذي تشهده الأسواق؟ يعني ما هي السيناريوهات التي ممكن أن تخول هكذا اتجاه؟ أهلا وسهلا صباح وأسعد الله صباحكم. لنبدأ بموضوع الارتداد، هل سيكون هناك ارتداد سريع؟ على الأغلب لا، ولكن نظرة السوق إلى الارتداد ستختلف من دولة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر حسب السياسة النقدية والسياسة المالية في هذه الدولة. في الولايات المتحدة الأمريكية على الأغلب التوجه سيكون سنتابع الانخفاض في الأسواق المالية، ثم سنبدأ في مرحلة من الحركة الأفقية أو ما يسمى بالكروزينج في أسواق الأسهم أو في قرارات البنك الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وهذا الشيء سيجعل موضوع حركة الأسواق على شكل L shape كما ذكر محمد سابقا. أما في حال مثلا أسواق مثل بريطانيا فستكون الحركة هبوط بشكل حاد، ومن ثم على الأغلب ستكون عندنا في شيب خفيف ومن بعدها حركة أفقية. حلو. الآن بعد التراجع الذي شهدناه في الأسواق على مدار يوم الجمعة، على مدار الأسبوع الماضي سمعنا أيضا نتائج من البنوك. البنوك طبعا تستفيد من رفع الفوائد لأنها ما عم ترفع الفوائد على الودائع، وبالتالي عم نشوف انه النت انترست عندها عم بيكون مرتفع. نتائجها كانت لا بأس بها بسبب، يعني هذا هو احد الأسباب. كيف ما ممكن اتوقعه لنتائج الشركات التي تصدر لاحقا هذا الأسبوع بعيدا عن البنوك؟ بعض البنوك أعلنت نتائج إيجابية وبعضها أعلنت نتائج كانت ضمن التوقعات، ولكن الشركات غير البنكية أو شركات غير الخدمات البنكية على الأغلب سيكون في هناك تراجع في الأداء، خصوصا بعد عام انخفض بدأنا نرى أرقام تنخفض فيما يتعلق بالاستهلاك للأفراد، وهذا الشيء سيدفع عائدات الشركات إلى الانخفاض، وبالتالي نتائجها على الأغلب ستواجه نوع من التراجع. سيضعنا هذا أمام سيناريوهين في الأسواق، إذا كانت تراجعات هذه العوائد أو نتائج الشركات بشكل ضخم جدا سيهوي بالأسواق المالية إلى مستويات تاريخية، أما إذا كانت منخفضة ولكن ضمن التوقعات أو قريبة من المتوسط المتوقع، هذا الشيء سيدفع الأسواق المالية أيضا للهبوط ولكن بشكل أقل حدة، وهنا تتراوح نسب توقعات الهبوط بين ما يقارب 10 إلى 20% بحسب توافق نتائج الشركات مع تجديد من الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. هل يعني نحن عم نشوف هلا الاس ان بي متراجع 25% من مطلع العام، ناسداك خسران 34% منذ مطلع العام، اذا راينا 10 او 20% ثانيين من هنا هو ما تتحدث عنه؟ من هذه الارقام، وهذا سيضعنا تقريبا عند ما يقارب ب ال 70 او 80% من الارتفاع الذي رأيناه بالفترة الأخيرة، وهو البول ماركت اللي مر في السوق الأمريكي، هذا الشيء سنرى فيه انخفاض بحيث سنصل إلى تقريبا 70 أو 80% من هذا الارتفاع اللي مر في السوق الأمريكي، وبالتالي بعدها ممكن نبدأ بعدها برؤية التعافي في الأسواق المالية أو في أسواق الأسهم. في أسواق الأسهم يعني تصحيح قوي لا شك لهذه الأسواق بهيك حالة. نعم صحيح. تمام، كيف ممكن تمركز بالوقت الحاضر للحماية من هكذا تراجع؟ نخرج من السوق تماما؟ خروج من السوق تماما في عرف التداول وفي عرف الاستثمار ممكن يكون شيء في حالات متطرفة جدا، ولكن في الوقت الحالي التمركز على الأغلب يجب أن يكون في الأصول الآمنة مثل الدولار أو
السندات الأمريكية وهذه الأكثر أماناً في الوقت الحالي، والعائد فيها نوعاً ما جيد مقارنة بالمخاطرة الموجودة في هذه الأصول، ولكن الخروج كاملاً من السوق سيكون خيار نوعاً ما متطرف وحريص جداً من ناحية إدارة المخاطر، حيث يمكن الاستفادة أيضاً من الأسواق الهابطة بعمليات شورت سيل، وهذا الشيء معروف في الأسواق المالية ومعروف بين المتداولين أن الأسواق يمكن أن تجني الأرباح سواء في الهبوط أو في الصعود، وهذا يعتمد على توجه المستثمر نفسه أو سياسة إدارة المخاطر في المحفظة نفسها. محمد برقان، شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم.